بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشاهدوا الفيديو ده. النهاردة هنتكلم عن طبعا موضوع الشعر متفرع، وفي يعني مشاكل كتير، منها التساقط، ومنها الهيشان، منها الشعر المجعد، منها الشعر الكيرلي، منها كمان الشعر الخفيف اللي هو اللي تبصي تلاقي لما اجي اضفر لبنتي شعرها، الشعرايه من فوق الضفيره بتبقى تخينه وتقل تقل تقل تقل، ده اسمه مرض نحافه الشعرايه. في الصلع الوراثي، في الثعلبه، في التساقط العادي، في التساقط الشديد، في التساقط الوراثي، يعني الشعر متشبع، سوري، متشعب لكذا نقطة. طب احنا النهاردة اول حاجة عندي لازم اعمل تحليل انيميا، وده امر ضروري جدا لا مفر منه. ومش انيميا بس، ممكن الانيميا كويسة لكن مخزون الحديد في الجسم قليل، وده مش كلامي، ده كلام دكاترة التخصص في امراض تساقط الشعر. طبعا احنا بنتكلم كده بالبلدي. طب انا عشان خاطر اساعد شعري على نمو صحي وعلى عدم التساقط، وكمان اول حاجة احنا عندنا للأسف في مصر الشامبوهات كلها مضرة للشعر، وفيها مادة السلفيت اللي هي بتوقع الشعر وبتضره، وطبعا المية نفسها عندنا مش حلوة. فاحنا هنحول الشامبو بتاعنا الى شامبو زي الطب بالظبط، الغالي جدا بس بوسائل بسيطة، وفي نفس الوقت كمان هتقدر تساعدنا في صحة وطول وقوة ولمعان شعرنا. وما تنسونيش في اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت منورني باشتراكه، ووصفات جديدة مع رشا. يلا بينا نشوف مكوناتنا ووصفاتنا ايه. وطبعا اول مكون معايا، وهو لازم ازازة فاضية عشان اجهز واحضر الشامبو بتاعي، وهنا اخترت دي الازازة كان فيها خل تفاح. بصوا بقايا الخل، طبعا الخل بيساعد على تنظيف فروة الراس من الدهون الزائدة، بيساعد على عدم الحكة، بيساعد على منع الحشرات الطائرة او حشرات الرأس، طبعا بما اننا يعني في فصل المدارس، وطبعا بينتشر عودة حشرات الشعر ما بين الاطفال. يعني الوصفة دي مش هتنفع للكبار بس، لا للكبار وللصغار كمان، يعني ممكن اي حد يستخدمها، بس لازم افهم نوع وطبيعة شعري. هل شعري دهني؟ هل شعري جاف؟ هل شعري عادي؟ هل شعري فيه قشرة دهنية؟ هل شعري فيه قشرة عادية؟ مش كل وصفة تاخديها وتنفذيها وخلاص، سواء من قناتي او من قناة اي حد تاني، لازم تعرفي الوصفة المناسبة لنوع شعرك. كده هفتح الازازة بتاعتي، وقلت لكم اول حاجة معايا ازازة وحوالي نص معلقة او ربع معلقة من خل التفاح. كمان معايا عودين من القرفة الخشب او الدارسين، ودي بتعمل على تنشيط البصيلات الميتة، بتعمل على احياء البصيلات في الشعر. كمان معايا الزعتر، وهنا كمان الزعتر بيقوي بصيلات الشعر. وكمان معايا الروزماري، والروزماري هنا طبعا كلنا عارفين فوائد الروزماري، انه هو بيعمل على تنشيط البصيلات، وكمان بيعمل على وقف تساقط الشعر، وبيمنع الجين المسؤول على تساقط الشعر زي ما انتم شايفين كده. ومعايا مكون كمان اساسي، طبعا هنا حطينا القرفة، حطينا الروزماري، وحطينا الزعتر، وطبعا كلها حاجات بتنشط بصيلات الشعر وبتساعد على نمو الشعر. وكمان معانا نص معلقة من بودرة نوى الطم المطحونة، وطبعا احنا عملناها قبل كده، او معلقة كاملة على حسب الكمية اللي انتي هتحطيها. وطبعا انا قلت لكم قبل كده فوائد نوى التمر للشعر لا تعد ولا تحصى. واخر حاجة معايا بقى هنزل بكمية الشامبو بتاعي، اي نوع انا افضله او احبه،
بالشكل ده، وبعد كده هقفل الربوة بتاعتي، وهيبقى عندي الشامبو جاهز بالأعشاب الطبيعية وناتشر. أنا عاملاه في البيت، مفيد جدا لتقوية بصيلات الشعر لأني حاطين فيه القرفة أو الدارسين، كمان مانع للتساقط لأني حاطين فيه الروزماري، والروزماري أو إكلير الجبل معروف خصائصه إن هو بيمنع تساقط الشعر، بيساعد حتى كمان في جين الصلع الوراثي. وكده ده شكل الشامبو بتاعي النهائي اللي بالأعشاب الطبيعية، مفيد جدا في وقف تساقط الشعر، الصلع الوراثي، الشعر الهايش، كمان حشرات الشعر، يعني كل مشاكل الشعر هتلاقيها في الشامبو ده. طبعا انا بفضل اي نوع شامبو اطفال عشان ما يبقاش فيه مادة السلفيت اللي بتضر الشعر، كمان ما يبقاش ضرره على الشعر قوي. طبعا انا هسيبه بالاعشاب دي حوالي ممكن من يومين لاسبوع، يعني على حسب، ممكن من بالليل للصبح على حسب. بس كل طبعا ما بتسيب الاعشاب في الشامبو بيبقى بالنسبه لك افضل عشان تحصلي على نتيجه افضل. وطبعا قبل الاستخدام بنرجه كويس جدا، طبعا بيستخدم ان هي ما تكون يعني في عبوه كده يعني بالشكل ده عشان اخلي الاعشاب، وممكن اضيف كمان عليها مقرمهاش. كده دي كانت النهاردة فكرة الشامبو بتاعنا، ازاي نحول الشامبو العادي لشامبو اعشاب طبيعي. طبعا احنا عاملينه في البيت، حاجات كلها بسيطة وموجودة، طبعا كل واحد بيشوف المناسب لشعره وبيضيفه للشامبو اللي هو محتاجه. هنعمل وصفات كتيرة تخص الشامبوهات عشان تنشط فروة الراس، تحسن الدورة الدموية، وكل واحد على حسب نوع وكمان اللون، لان لازم ناخد بالنا ان في كمان شامبوهات بتعيد صبغة الشعر للجسم، بترجع صبغة الميلانين للشعر. ودي كده كانت فكرتنا النهاردة، اتمنى تكون فكرة شامبو الاعشاب الطبيعية او ازاي نحول الشامبو بتاعنا لشامبو غالي جدا. ممكن كمان نحط اي نوع زيت انت تحبيه او تفضليه، المفضل لشعرك عشان يرطب الشعر. لما باجي بغسل الشامبو انا ما بحطش بقى الشامبو مباشرة على شعري، لا، باخد من كمية في حاجة واحط عليها شوية مية واخف الشامبو، وبعد كده احطه على فروة الراس. ودي الطريقة الصحيحة لغسل الشعر بالشامبو. اتمنى ان انتوا تجربوا الفكرة، ولو عجبتكم الفكرة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل لوصول كل فيديو جديد ليكم. جددي شبابك مع رشا، مع رشا انتي احلى، واشوفكم في فيديو جديد، وسلام وليس ختام.